انطلقت حملة تراحم من أجل غزة بالإمارات العربية المتحدة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالإمارات العربية المتحدة بهذه الحملة اليوم، وأيضا بدعم ومساعدة من الفنانين والنجوم العرب، ومن أبرزهم الفنانة أحلام اللي أعلنت عن الحملة لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني. ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة بتطالب فيها الجمهور بمساهمة لإغاثة أهالي غزة معلقة عليها. دولة الإمارات تطلق حملة تراحم من أجل غزة لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، تهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية. تنطلق الحملة الأحد المقبل في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة. كذلك حرصت النجمات أنغام ومنى زكي ودنيا سمير غانم على توجيه رسائل استغاثة لمساعدة الشعب الفلسطيني بغزة اللي بيعاني جراء القصف الإسرائيلي اللي نتج عنه آلاف الشهداء والإصابات ونقص بالمواد الطبية والغذائية. وكتبت أنغام عبر حسابها الخاص بإنستغرام: في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة أننا نملك أننا نساعد ولو بشكل بسيط. بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين. وضمت الممثلة دنيا سمير غانم صوتها إذ نشرت دعوة للحد من الظروف المأساوية اللي بيمر فيها الشعب الفلسطيني، وقالت: أكثر من مليون طفل في غزة عايشين في رعب وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم، ولكن تعاطفنا لازم يكمل بمساهمتنا في توفير المساعدات الإنسانية لهم. اتبرعوا من خلال اليونيسف. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قدعت متابعينا أيضا للمشاركة بالتبرعات لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل الشعب الفلسطيني في غزة.